warkalamaanay jinnadan galmudug laga heliyo hoyga xarar dheere hirshabeela laga raadiyo koofur laga haybso oo hargeysa laga waayay moogi hadafkaaga hareeraha adduunka dabbaka holcaya war waxa kale la yiri waqto ya dunyoy oo siis kameraay harkalaba degeliniyo mugdi lagu halaabay war waqla waxaad ka tagtay moogtahay habeenkii دايما كحيسو هذا لو ما دكتاغو هسه وردير بان وهبا نفتيدو دعميل كهوديو هدا تاهي انغور دوبو دونتان كوماريلا دونتان كوماريلا يليغي جري هندان وايامي جيتا مركزو اما دبو خيل لكو جرتيني اذيك مهرستين مجيفتين ميا ورنفا سيحانا سلاد دهورتيت سلعي ساسيداني راضا هيا واغ راضي المصحطة وربو واغلي واركما هاي سانيني حال عدبو اللو مايوكا هبابة ركتون لغا هاي بينا يهرقاي ساي واركالماني اللي وحان لي يابي لين عبد ربيلو اللي جوغو عادي يبالك شاكينا يه ومواد الاركي جيرون كوا قرباها جوغي انت الله يفسوكلا مغالا دا جوغتا لي وحاسا كدعي وبلا يكا شاكينا يه واركالماني او احمد ارد اربيت كدمدي يأف قوي لنكو ايه اللي يمي ليقني وربو والدنيا دو عسري ودرهم باتشر ده واران وحان مغلي جري اضو هرل شوغ ارقيس حرينتا وارواغلا وحاد كتكتاي وحا كهاجاكسن اضو هل كان شوغو كعانك وهيسا هندا كعانكي ما سو نقضي واركالماني وارما يسيني مدحوين حسن شيخ وحو شير جرائد كوقبتو كسمايو وحونا يري ادي سوابا نصعدا سدح شير ايان نوا غيب قلي ابو يري متك كوباد واكيم مدحض افريكا اسكو ايمان يسو يري متك اللباد نوا مد اقد اي ملقارة كشير يسو يري متك سدحاد نوا شير ايليهين بوري ارركي عن كبير ناي نقالها بارق افريكا واردو شرير اسمه بلسان احدو ديك ميلاك شاق اي مدوينك ورمد اي ورما يسيدي مدحوينها عيدا نوا كهر رأيك وكلا نوا راعيا نو وموسى نمدول خوم بصوم رأيا اربو ابي احمد ديان سواتي اللي عليه اما مدحوينها نحو ذا كسو عليانين ورهد دي اسكود ديان اما مدحوينها يلقى الله عن كفيريان حارون تميدوغ افريكا ارد استفوه اللي غرر رأيا هيا حوق بذنه بو مبان بيسكو قان عنا هيا وار ولا وين ميان صبان لان الاحترافين اذ ايبد العمران كا اعتراف لما كجرا يسا وار هير مكا غرابانو هين محادي نو كا كيناي بو غريم يا دونتي وسو ساردي وار كلمان اي شركه جرايد مدحوينها وها هو ري مدحوينها جوبلان احمد مدوبي اي وحونو يري عدو سوماليا وا قواريج مسك مدحيسن وحو يلا جوبلان مدحوينو نو حنو بلن قادين ومسكاس مدح كديلايو بو 14 سنه اسوغو مداونا هي وار ددك حنت مدحوينها احمد مدوبي وحي دهان لو غويده جوبلان كا واسغا كا وار سعني كلا هي دبد اوغي ساكسن يالا مي ساجي كرا لا يري ما حا لوغو دالا ولي كرا لا ري جيلانكي هوب لا هي داي ولا هلو ما دوادا عاشقا هلاي هلاي عيد كالي لو دوني مايو صلمورا والواغلا واحد كتكتي الميغا هلا قوديقي عقليقا كاشبا ليري وروحا كلان ليري عذركا كاقالا فردا هدي لغا قبو دمير دوادا لما قاري وروليكا هلا ري لنغرواضك دوري هو عصبر اللنغور عذر وريري وركلماني ورما هيساني الدنيا ده انا اذا ما ضحي مجالس كغه خرني مدحوينا يا شيخ هره فرماجه شيخ شريف وحي دهن دارشه دم بمر ابن حسن اسك جوغ مي دهن ان ادره مدح وداي او مسكه وداي او مجمعه وداي ميلن ارواي دردرك نو بلنا مي دهن عذركي لو لا اركي عافيماتكي نه لا اركه ما حال لو دهي واي بو ما فيلا لو دادن هيا وار انغا شن كلو او درينه هن اعترافو هشيس كانو ايتوبيا لا غلين ها او غلاادو ور الى يدن قافي دد فلاناتين مدحوينا يا شيخ وحي دهن مدحوينا حسن شيخ يدني بان كدحودنا heshiis waan waantana meel fiican aan marsiyeena laakiin madaxweyne xasan waxa uu maleysaa inuu nagu dhagacadeeyo gogosha danina waa laga marmaan in la soo galo war lan geer gaalfada u boojel door malka gan iyo kor arriyada amaana waa la ma saacadala laga heesaan maqli jiray shima madaxweyne farmaajo iyo dani heshiiye war abdullo war ma heesade sheekh sharif iyo farmaajo wali gooday heshiis ahaayeen warba gogosha dani dhagay hadda ka qayb gal weydaan ama ka war wareegtaaniin hadda waa la kala tashan haya war xilliba abdurrahman absakur wuxuu yiri mudhiiladki waa yara ku dhiman warmiya loo soo dhacay war wax kasta ha sheegay xasan ay soo weeraray cid ka rumaysanaysa male warwad waalantii waxaasna idin ma sheegnaan ugu yahay abdirahmaan wuxuu yiri musuq maasuq iyo qaraabo keela jira oo ma is casilay isagu hadda kaali daadadkii fatahada may ku goobadi arbo qaraabada in la xiriiriya wax dhibi kuma jiro cidii ka dhana ma jiro war xildhibaan abdirahmaan abdushakur qaraabadii soo dooratay taleefoonada kama qabtaan la yiri macallanka dowladiisi baa waxa taas soo cadaalad maaha war qofkii ugu horeeyay oo madaxweynuhu magacaabo abdirahmaan u ahaayey wuxuu u dhiibay markaas ay qaraabo keelin arriyadaha warkiinaan ku keenay waxa la yiri nin foor shay fikirnaan leh faayida ma laga fiila nin foor
شاي فكرنا لين فايدا ما لاغا فيلا وركلماني ورما هيسان سومالي ولا اسكو انتحامي قال كاي وها لو غدلي نين قنخصداه لا يراه احمد تهليل ولا الكيس عكاش تهليل لا يرانا شلا لا دلي وها صوفدنا هنا انا قبيل ويا لا يري وها اسدليو كلا ارسنيا هنا وا دد هلا او اسكو ميل دغن او اس يقان ويلي ولا له ابتي يا ديره من ديرنا سيده كلا وها لا يري معلا واسكيو غر كو جلا لا دلي حتى قراباداس من ديره اسكو دلي سنه كينياتي با حكومه marka waxaan dhilaa allah umadeena ehba ku jirto itaal ma hayaana il qeyr law keen aniina wali kale arfaday isdaaya daaya walaalayaal qurbo tan iyo goortan dhashayna qabiil baa la soo leenayaa baan maqli jiray cid wax ka faa'iideya garanahaya war bashiir oo waxba laga faa'iidi maaye waxa la yiri walaalay isdila waa xabaala badiyaan waana xoolo yareeyaan hore waxa loo yiri walaalka dilo dooxnina darajo kuma helo arriyadaha dadkaano iyakana way isdilaayaan qawaarijuna waa dilaysa si sheeyihiina waa u soo dhaarahayaan samigaay abdulla waxa uu yiri walesku wada dhajira dibkina weli ma dhamaan walesku wada dhajira dibkina weli ma dhamaan war kala maanay war ma haysiin haweenta rabadan garow isku mid oo shir jiraayd qabtay waxayna dhahay gudniinka fircooniga ma ogolin baba waxa soo dhaqanka fircoon ma haseelo ogolaada war anigu waaba yaabay qolada wali daba joogtaahay ma fircoon bay taageersan yihiin war umadani indhibaato ugu filane faraqay ku haystaan warka naga dhex galin leey waxa yaableed haweenka doonamayna gudnuunka fircooniga markay dhahayeen nina asayna haweenka dhex taagno dhahayay doonamayna gudnuunka fircooniga wa kaas bilaandashan gahay war xagoo dumarka ka soo raacay war la kala marmi maayadii war ninka qaladaad u faanteen aniga weelo saxan yahay sababtoo ah gabadha fircooniga loo gudo waxa loo keenayaa soo rag maahan dhibaatooyada gabadha soo gaartaayse soo ninkeeda ma saameeyneyso ha langasan sheegaa san madalka moqon ha wakiilka hay aryada haadul ayaabaysin wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenku ba saw rag maahin wa usiin kala daaraday war hadda kooragaasima ka tirsan wasaaradda haweenku wuxuu yiri hadaan nahay haweenka Soomaaliyeed had gudu badan aan qabna war balbiyaab war kala maanay ma xishootiin haweenka la waxay ku qabteen shir jaraayid bandiirad leey waxayna ka soo horjeedeen go'aan kala odayaasha dhaqanka iyo culimada reer bandiirad leey gaareen kaas oo ahaa in guurka la qafiifiyo oo aan $1,000 laga badin qarashka ku baxaya guurka laakiin waxa la yaab leh islaam xilliga guurka ba dhaafay ayaa waxay dhahayeen yeeli mayno mana aqbalayno go'aan ka gaari karta meherkeena oo gabdhaha raqiisi karta hina ma jirto meherkooduna waa inuu 100 gram oo dahab ah noqday dhahan marka waxaan aniguna la yaabay gabadhu meherkeeda iyada kaliya ha sheega karte yaa bal iyaga yiri qiimo u gooyay arya odayaasha naftir koor ayaa qiimo u gooyay yiri war iyagu xilliga guurka ma waa dhaafeena lagu yiri abdullo haween waa kuway dilay igu duwaya nasko wa belo raglo diray mana deyn karay war gabdhaha Soomaaliyeed mar gadalkii aan jaqniyo gacal hooyatiin kashan tiya andaliya gaariye no dhaxatiin waxa fidmada wadaana waa raga sababtoo ah inta masaajid ku meheriyan bay hotel ciyaar u geeyaan war kala maana war ma haysiin raga lacagta haysta waxa laga rabaa ganacsada maxamed jabuutaawi oo kale inay noqdaan sababtoo ah shir jaraa'id uu laascaan ku qabtay wuxuuna yiri ragii dagaalka nooga baabay dhalinyarada nool waa inay dhabarkooda ka soo saaraan gabdhuhuna raga aysan diidin guurkana qarash laan uga dhigan aniguna arooska qoys kasta bixinayaa buu yiri isagana gabar 12 jir ah lagu daray qodhay xirada taa maxamed jabuutaawi waa noo wada sheegay wariyaha maada go'an caadi tagi kara been baad isu sheegay samada waa ku guu imanaya aan garow ayay horayda ka amniga awe